حنا اليوم واقفين هنا الطاكسيات ديال ابورال القيادة. المشكلة هو الطوبيس اللي هو ما تيحترمش الدفتر التحملات ديالو وشكل لنا ضرر كبير المهنة ديال الطاكسي. ما بقاش المهنة ديال الطاكسي في ابورال، صافي الطاكسيات صافي ماتوا، ما بقى ما يدار. شنو هو الضرر اللي دار؟ الضرر هو الطوبيس تيدخلوا جوج طوبيسات هما الباركينغ الفوق، وتيكون طوبيس اخر تيتسنى حتى تيخرجوا شاد النوبه في الكارون ديال افورال. وهذا الطاكسي راه صافي ميت، ما تيحترمش القانون كيما عندنا حنا. حتى حنا عن القانون تنهزو ستاد بلايص، حتى هو اللي تيتكاتب ديفتر التحملات ديالو، حتى هو شحال عنده في ديفتر التحملات، وهذا ديفتر التحملات ما تيشتغلش فيه نهائيا. المهم حنا هذا هو الضرر ديالنا، وتنطلبوا من السلطات المعنيه باش يشوفوا لنا هذا المشكل ديال الطوبيس، لان الطوبيس راه ماشي غير الاقتصاد ديالنا اللي حطم حتى الاقتصاد ديال افورال، لا البيع والشراء لا القهاوي، كلشي واقف في افورال. والسلام عليكم. انا الاسم ديالي حسين عبيد، سائق سياره في اوزره. تنطلبوا من الناس السلطات المحليه باش يديروا لنا حد مع الطوبيس هذا. الطوبيس تيكونوا جوج في التيرمينيس، واحد حدا القهوه ديال حسن، واحد حدا لوطيل، وتيدخلوا مع ستة الا ربع الخمسة ونص باش تيدخلوا. ديفتر التحملات ما خلينا فين مشينا، مشينا للقي، مشينا للقي الممتاز، مشينا للعمالة، مشينا للولاية، ما كاينش الجدرمية، ما عندهمش، ما كاين حتى شي واحد اللي قاعد فيه. وهذه مدة وحنا تنجرو، هذه مدة ديال 24 ولا 50 ما كاينش اللي يهضر معنا إلى حد الساعة، وما محترمش عدد المقاعد، أن المسافة اللي ما بين المدينة والبادية عدد المقاعد عدد الركاب اللي كيدير ديفتر التحملات. حنا ولادنا، حتى حنا راه ولادنا تيديروا الجامعة، ولدي باش يمشي في وسط 140 واحد وتوقع اكسيدا يموت، عاد يجي الجدرمية يعمر لي الطريق، وما كاينش اللي يهضر معنا إلى حد الساعة، راه ما كاينش اللي يوقف معنا بالسلطات بكل شيء. على ساعه الجهه ديال تدلا عزيلان راه ما كاينش اللي يهضر معنا، ما خلينا فين مشينا، ما خلينا ما حاضر ما طوبيس تيديروا معاه اجتماع ما تيجيش، ما تيوجدش ديال الطوبيس. سيروا بحالاتكم حتى واحد السيمانه مشات 15 يوم 20 يوم ما كاينش، رجع لهم ما كاينش اللي يهضر معاك الى حد الساعه. وحنا راه ضروري، حنا راه واقفين، ما بقينا واش تريتا واش سميتو، ما بقى لا غير نمشيو للحبس، راه غير ما يجيو يديو التريتا يديو الطوبيس ولا يديونا للحبس. هادشي اللي كاين، راه عندنا هادو ما خلينا فين مشينا. 8 طوبيسات خارجين اليوم، 8 اليوم، 9 طوبيسات، 9 8 قل 8 قل الطاكسي، باقي ما خرجت الطاكسي وحده بالاملال، خارجين 8 و 9 9 راه بلاصتي في السويس. وإلى حد الساعة راه تنطلبوا السلطات المحلية والناس المسؤولين يديروا لنا شي حل. والسلام عليكم. حنا راه عندنا دراري ديالنا، عندنا ولادنا تيقراوا في الجامعة، وحنا ماشي ضد المواطن، حنا المواطن بغينا يمشي مرتاح، يمشي انا بأمان. انا الا سبت مراتي في الطوبيس ما عندي باش نخلص، سبت مراتي في الطوبيس ماشي ماشي تلقى واقفه وجاي واحد موراها وتبيتو، راه تبيتو وولادنا راهم تيتكرسوا، وحنا تنتكرسوا، وحنا راه ماشي تيتكرسوا، راه حنا ماشي ضد المواطن، حنا راه الدراوت بغيناهم يركبوا ويركبوا يمشيو مرتاحين في الطوبيس، ما بغي ماشي سميتو، حنا راه ماشي ضد المواطن. والسلام عليكم.